حضوره الأول، لكن مباراة أمام فريق بعيد عن الهبوط تقريبا، وكرة موجودة وخطيرة وكرة جول جول جول. هدف أول يأتي من فلاميني. فلاميني يسجل أولا في مباراة اليوم، وفلاميني تحديدا انتظر كثيرا لأن يسجل هدف الثاني بقميص ميلان. هو اللي بداها، هو اللي تقدم، هو اللي طلب الكرة، هو اللي تابع الكرة، هو اللي سجل الهدف الأول. هو من أعلن الأفراح والليالي ربما الملاح بعد ذلك، لكن طلب الكرة بهذه الصورة، تخطى المدافع، سدد، تابع الكرة وسجل بالتالي هدفا فرنسيا للفريق الإيطالي الكبير نادي ميلان. هدف الثاني، تصور ذلك بعد غياب طويل في مباراته الرابعة.